أحدها يقول: هل متابعة القرآن الكريم من الراديو فيه أجر على ذلك أم سماعه من القارئ شخصيا؟ جزاكم الله خيرا. سماع القرآن فيه أجر عظيم سواء من الشريط أو من القارئ الحاضر، فيه خير عظيم بالإخلاص لله، قصد الفائدة، قصد العمل بقوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت على خير عظيم. فاستماع القرآن من الأشرطة ومن القارئ الذي يحضر بينكم في المجلس كله خير عظيم وفيه فائدة عظيمة. ونوصي الجميع بسماع القرآن، نوصي الجميع بالاستماع لكتاب الله من الشريط الذي في تسجيل القرآن لبعض أهل العلم والقراءة الحسنة، وهكذا إذا كنتم جالسين يقرأ أحدكم وتستمعون له، ولا سيما من كان حسن الصوت فهي هذا خير عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه قرأ عليهم القرآن وفسر لهم معانيه عليه الصلاة والسلام، وربما أمر بعض الصحابة أن يقرأه ويستمع عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمنين والمؤمنات إذا جلسوا أن يستمعوا للقرآن من بعضهم أو من شريط مسجل لقارئ طيب يستفيدون ويتدبرون ويتعقلون ويعملون. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ابن باز رحمه الله.